العزلة العربية تخنق قطر زي ما قلنا من شوية، وتوقعات بانقلاب يطيح بتميم من حكم الإمارة. الحقيقة إحنا شفنا إنه من ساعة ما الدول العربية الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعوا علاقتهم مع قطر امبارح، النتائج كانت كارثية بتتوالى على نظام تميم الداعم للإرهاب. وما فيش اختلاف الحقيقة بين المحللين في الدول العربية إن خطايا النظام الحاكم تجاوزت كل الخطوط الحمراء. اتكلمنا كتير على إنه العلاقات العربية كانت مهددة دائما بسبب تدخل قطر السافر في شؤونهم الداخلية، وكان لابد من موقف رادع لتأديب قطر، ونحاول إن احنا يعني نشوف دعمها للإرهاب ده هنوقفه إزاي. كانت الحقيقة بتدعم الإرهاب بشكل متواصل سواء بالتمويل أو بالتسليح أو باستضافة العناصر الإرهابية على أراضيها، زي مثلا طبعا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. طبعا ده مرورا بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية لضرب استقرارها لصالح قوى خارجية، وكمان علاقتها مع إيران رغم مؤامراتها المستمرة على الأمن القومي العربي. يعني العزلة العربية كانت اتجاه إجباري للدول العربية. نزيف الخسائر القطري مستمر بصورة كبيرة وفي تصاعد، إنه فور إعلان الحصار العربي الحقيقة البورصة القطرية خسرت أكتر من 8% في ساعات معدودة جداً، انهيار أسعار السندات القطرية بالبورصات العالمية. الخطوط الجوية القطرية كمان تكبدت 3 مليار دولار خسائر في يوم واحد، ارتباك في شوارع الإمارة وزحام على منافذ السلع. من الآخر الإمارة تختنق، ويبدو أن النتيجة المتوقعة هيكون انقلاب يطيح بتميم من الحكم. ورغم أن كل الشواهد بتؤكد سوء موقفه، إلا أنه مازال بيعاند، بيلتقي القرضاوي على الفطار رغم أنه من أهم دعاة التحريض على العنف زي ما كلنا طبعا عارفين وبنتابع فيديوهاته على النت، وتارة يحتمي بالسفن الإيرانية في حين أنه الكثيرون يرون أن الارتماء في حضن إيران هيكون نتيجته كارثية. لكن الحقيقة أنه تميم مستمر في اتجاهه، وواضح أنه بيعاند، لكن هيعاند كتير. هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر مع النائب طارق رضوان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على الساده المشاهدين. المساء. ازاي حضرتك تابعت قرار المقاطعه وشايف ان هو جه في وقته ولا اتاخر كتير؟ بص يا فندم، القرار طبعا بالنسبه لنا احنا كمواطنين قرار اتاخر كتير. لكن كان لابد من التنسيق العربي، لانه قرار زي ده مش يعني ما بيتاخدش كده بقرارات عنتريه. احنا دائما وابدا درس يعني عارفين انه القرار اللي بيصدر من مصر دائما بيطلع مدروس ومحسوبه ابعاده السياسيه، رايحه فين وجايه منين، ردود الافعال هيبقى شكلها ايه يعني قياسيا. طبعا القرار امبارح بالنسبه لنا كسياسيين من الناحيه الاخرى كان قرارا جريئا جدا، لانه دائما في هذه الحالات بيحصل قرارات استباقية قبل اتخاذ قرار قطع علاقات، ان يتم استدعاء السفيرة وممثل للدولة في الدولة الأخرى ويتم مناقشته، ثم اعتراض، ثم مقاطعة، ثم قطع علاقات. لكن بالأمس كان قرارا رادعا قويا من الدول المحورية كمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، واستتبعها قرارات من ليبيا واليمن. وأعتقد أنه الفترة اللي جاية هيبقى فيها تداعيات أكبر من هذا، ولكن انعكاسه على قطر أنا اليوم أستطيع أن أقول لك أن ما حدث من الجانب القطري بالأمس، خاصة في كلمة تميم التي كان مزمعا ان يقوم بإلقائها الساعه 6 بتوقيت القاهره بالامس، وتم قطعها بعد 30 ثانيه من بدايه الكلمه. لو حضرتك بصيتي على لغه الجسد وطريقه الالقاء ثم الشكل العام لتميم، جاء متوترا، بان الكلام ده على يديه. ال 30 ثانيه دي عكست حاجات كثيره جدا. يده كانت
في حالة توتر، وجهه التركيبة أو الفيشل كومبلكشن أو التركيبة للوجه كانت عصبية ومتوترة. ده معناه ان هو ما كانش متوقع قرار زي ده يتاخد بهذه الجرأة والحزم. يعني انا هقول لحضرتك في مؤشرات تانية، ولكن بالامس لو حضرتك عملتي مقارنة بفيديوهات تميم في السابق كان يجلس بدون احد في الخلفية، بالامس كان جالسا وفي خلفه طاقم الحراسة الخاص به، الكلام ده كله بيوصل رسائل للقارئ للمشهد السياسي. ولذلك تم اتخاذ قرار بقطع الكلمة وحصلت الدربكة على قناة الجزيرة بالأمس. حاجة تانية حصلت امبارح ورد فعل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أن الولايات المتحدة قالت أن هذا شأن عربي وليس لنا أن نتدخل في هذا. معنى هذه الرسالة انه تم نفض اليد من عن 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 قطر، وجاء نفس التعليق من قبل روسيا. الكلام ده كله انا من وجهه نظري انه تم التنسيق والاعداد لي في خلال زياره او المؤتمر الاسلامي العربي، خصوصا بعد كلمه الرئيس في بعد كلمه في الرئيس التي تم اتخاذها كمسوده او ورقه عمل اوليه يتم البناء عليها، والتي وجه يعني وبناء عليه بعد هذه الكلمه التي تم اتخاذها كمسوده اولى لاستراتيجيه مكافحه الارهاب الدولي، وجب على الدول التي تساند الارهاب والتي كانت حاضره واقصد هنا قطر ان تنصاع لهذه الورقه وان تمد يدها للدول لمحاربه الارهاب. طب احنا سمعنا كمان عن تحركات داخل لجنه النواب لتقديم تميم للمحاكمه الجنائيه الدوليه بتهمه دعم الارهاب، هل صحيح هذه المعلومه؟ مش بس في مجلس النواب المصري يا فندم، هو بالامس كان ليبيا يعد ورقه لتقديمها او يعني مذكره لتقديمها لمجلس الامن، وهناك تحركات اخرى تجري في الكواليس ولكن ليس من شاني ان افصح عنها الان. اللي انا عايز اقوله بس يا فندم ان موقف قطر دلوقتي اصبح دقيق جدا، خاصه ان هناك قرارات اقتصاديه يستدعيها قرار قطع العلاقات، وهي علاقه قطر بمجلس التعاون الخليجي، علاقه قطر باوروبا والدول الخارجيه. اعتقد ان خريطه قطر السياسيه المقبله سيتم تغييرها بالكامل، واعتقد كمان ان شعب قطر القطريين مش هيسكتوا على السياسات الكارثيه للنظام الحاكم. هذا شان داخلي لاهل قطر الذين نتم لهم يعني كل الاحترام والتقدير والحب كشعب صديق لمصر، ولكن طبعا شاءت الاقدار ان ياتي بهذا الموتور لتعكير صفو هذه العلاقه. أعتقد أن ما يستتبعه من قرارات وتداعيات أعتقد أنه سينعكس على كيان الأسرة الحاكمة في قطر. سيادة النائب طارق رضوان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شكرا على وجود حضرتك معنا. كمان معنا دكتور نهى بكر أستاذ علوم السياسية بالجامعة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور نهى. صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. التأثير السياسي على قرار المقاطعة لقطر هيكون شكله عامل ازاي؟ احنا طبعا شايفين بداية التداعيات، لكن عايزين نتكلم اكتر عن التداعيات الاقليمية والدولية. الحقيقة انه ما نقدرش نفصل بين التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي، لانه فيما يخص الشأن الداخلي التأثير الاقتصادي هيؤدي الى تأثير سياسي داخل قطر، ده فيما يخص الشأن القطري. يعني احنا شفنا ازاي ان الاسواق الماليه امبارح تهاوت في قطر، شفنا ازاي ان موديز تتكلم على انه ده هياثر على التصنيف الائتماني بتاع قطر، شفنا تاثير دوت على التكالب على شراء الغذاء لانه قطر بتعتمد في الامدادات الغذائيه على السعوديه بشكل كبير، شفنا السحب المفاجئ من البنوك. الحقيقه كل دوت هياثر على الوضع الداخلي في قطر.
سبب قبول الشعب القطري بالحكومة بتاعته بالقيادة بتاعته كان حالة الرخاء اللي كان فيها قطر. فالمقاطعة اللي حصلت على قطر وتأثيرها على المجال الجوي والمجال البحري وكل دوت هيأثر على حالة الرفاهية اللي كان فيها شعب قطري، مما المتوقع أن يكون ذلك له تأثير على يعني الاستقرار في قطر، وهو ما كان يعني يعضد من وضع الأسرة الحاكم. بالنسبة للوضع السياسي، الحقيقة إنه قطر بتدخل في عزلة بسبب جموحها، ويعني يمكن دوت المقاطعة دي كانت يعني متأخرة شوية، وإن كان مهم إنها كانت تيجي متأخرة لأنه ده بيؤكد على إنه تم دراسة الأمر وتم محاولات متعددة مع قطر، لأنه محدش بيحب في دول عربية بتحاول أو بتحب تقاطع دولة عربية إلا إذا كان تم التأكد. لكن خلينا نفتكر إنه بعد 30/6 إزاي قطر كانت بتدعم جماعة الإخوان المسلمين رغم رفض الشعب المصري ليها وانتفاضه ضد جماعة الإخوان المسلمين. خلينا نفتكر إزاي إنه تميم كان بيقف في الجمعية العامة في سبتمبر من كل عام يهاجم مصر ويهاجم رغبة شعب مصر في أن يكون له حكومة غير يعني حكومة مدنية غير متأسلمة الطابع. فإحنا عندنا قرار اتخذ بعناية واتخذ بوقت. هنشوف يمكن تأثير ذلك تغيير التحالفات في المنطقة. إحنا شايفين أنه في تقارب قطري إيراني بيحصل، شايفين أنه التقارب القطري الإيراني، شايفين إعلان من إيران أنها ستساند قطر. الحقيقة دوت إحنا لسه ما شفناش رد فعل جامعة الدول العربية، وأتمنى أن يكون ليها رد فعل. هي بتحاول أن تلعب دور المحايد. القرار اتخذ من الدول العربية بينها وبين بعض التي قامت بالمقاطعة، لكن الحقيقة انه اتمنى ان يكون في دور لجامعة الدول العربية، واعتقد انه ان لم ترتجع قطر عن الجموح التي هي فيه، واعتقد ان في وساطات من قبل الكويت لهذا الشأن، فاعتقد ان ده سيؤثر على قطر بشدة، سيؤدي الى عزلة قطر، وعزلة قطر اقتصاديا وسياسيا ستؤثر داخليا على الاوضاع الداخلية في قطر. طبعا كان في دلائل واضحه لدعم قطر للارهاب الدولي، خصوصا سواء من جانب التمويل او من التسليح او من استضافه العناصر زي ما حضرتك كنت بتقولي. ومصر طبعا من اكثر الدول العربيه اللي تضررت بشكل واضح وكبير ومباشر من التمويل ده. هل هيكون ده دليل كافي لتقديمه قدام المحكمه الجنائيه الدوليه؟ لا، شوفي حضرتك، يعني انا مع احترامي انا استاذ منظمات دوليه، فالكلام اللي بيتقال على التقديم للمحكمه الجنائيه الدوليه ده كلام غير قانوني، وفي قانون دولي بيحكمنا. قطر مش موقعه على المحكمه اتفاقيه روما بتاعت المحكمه الجنائيه الدوليه. فعشان نقدر ناخد قطر للمحكمه الجنائيه الدوليه في خطوات لازم تتم. لازم ده يكون عن طريق قرار من مجلس الامن، يعني ما نقدرش، ما فيش المجتمع الدولي ما يقدرش ياخد قطر مباشره للمحكمه الجنائيه الدوليه. لازم مجلس الامن يصدر قرار، زي في حاله السودان لما مجلس الامن اصدر قرار، وزي في حاله ليبيا لما مجلس الامن اصدر قرار، وبعدين بناخد فتره طويله من التحقيقات وجمع الادله وجمع الشهود، يعني الموضوع بياخد وقت طويل. فانا بس ساعات احنا بنندفع وراء افكار معينه، لكن يعني عضو مجلس الشعب الكريم اللي كان مع حضرتك قال انه في اعداد لمناقشه الامر في مجلس الامن. اعتقد ان عضويه مصر الغير دائمه في مجلس الامن هتساعد في توضيح الامور. اما فيما يخص المحكمه الجنائيه الدوليه، فعلينا اننا نعرف انه المحكمه الجنائيه الدوليه بيحكمها اتفاقيه روما الموقعه سنه 98، ما بتشتغلش كده هاب هازارد، يعني لازم انها تتبع القانون. واذا كنا هنروح مجلس الامن يبقى من باب اولى يكون تركيزنا، ممكن يكون تركيزنا اننا ناخد قرار لاحاله تميم، ولازم يكون ثبت انه عمل الاربع جرائم التي تخص المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن من باب اولى انه يتم اتخاذ اجراءات مقاطعه دوليه على قطر اذا ثبتت عليها الجرائم. كمان موقف امريكا حضرتك شايفاه ازاي؟ يعني عارفين طبعا انه قطر كانت بتحاول انها ترضي امريكا وترضي سياستها في الشرق الاوسط. امبارح امريكا قالت احنا ملناش دعوه وده شان عربي داخلي.
شوفي حضرتك، قطر كانت ليها علاقات قوية جدا بالإدارة الأمريكية الديمقراطية، وكان بتساند قطر بشدة، وبالتالي كان ذلك يعدد من شوكة قطر، وكان يؤدي إلى أن تقوم قطر بما تريده في المنطقة. أما عن رد الإدارة الجمهورية، فنحن نعلم أننا أمام إدارة ليست لها خبرة في الحياة السياسية، وأمام رئيس ليس له خبرة في الحياة السياسية. ولكن هذا الرد يذكرنا برد السفيرة الأمريكية على صدام حسين حين قال لها أنها قبل غزوه للكويت بيوم أنه سيغزو الكويت، فقالت له هذا شأن عربي. لذلك علينا أن نأخذ حذرنا في العالم العربي، وعلينا أن نعمل سويا لصالح منطقتنا. بالطبع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى العظمى في العالم، ولكن نحن من نحرك الأمور، ولذلك علينا أن نتدارك الأمر، ونتدارك أن الأمر ليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كان هناك قاعدة، علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في قطر، هناك قاعدة عسكرية في قطر أمريكية، وأعلن أنها ستزاول أمورها كالمعتاد. لا نعلم إذا كان تم تصديق قمة الرياض أو ما بعد قمة الرياض مع الولايات المتحدة وبين الدول التي قاطعت قطر أم لا، ليس لدينا معلومات، ولكن علينا أن نعتمد على أنفسنا، وعلينا أن نتعلم من الدروس التاريخ السابقة. شاه إيران درس سابق، وكان أكثر حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. صدام حسين كان في حربه مع إيران حين أججت الولايات المتحدة الأمريكية الأمر بينه وبين إيران ليدخل في حرب معها، كان من المتصور أن تنتهي بعد 8 أيام، استمرت إلى 8 سنوات. علينا أن ندرك أن لن يبحث عن صالح الوطن العربي سوى الوطن العربي بحث. صحيح. بشكر حضرتك دكتورة نهى، شكرا على وجودك معنا. وكمان معنا دكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير، أهلا وسهلا دكتور. هل قطر ستتحمل العزلة العربية وإلى أي مدى؟ يعني لا أعتقد أنها ستتحمل العزلة، لأنه بالأخير يعني موقعها هو في داخل البيت الخليجي والبيت العربي، وهي دولة عربية حسب الدستور، حقيقة دستور قطر دولة عربية، وعليها أن تتصرف بما يمليه عليها الواجب الوطني والقومي. ولا أستطيع، لا يمكن حقيقة أن تعيش قطر بدون أشقائها وشقيقاتها في الدول العربية. مين اللي بإيده حسم الأمر؟ هل الشعب ولا الأسرة الحاكمة، ولا تميم يتراجع ويشاور عقله تاني في أنه مش هيقدر يعيش بالطريقة دي زي ما حضرتك قلت؟ يعني احنا حقيقة منطقتنا العربية ككل تفتقد إلى المؤسسات، يعني ولا يعمل ضمن المؤسسات، هناك قرارات فردية يقوم بها الأمير حقيقة في قطر. طبعا في هناك مجلس الشورى، مجلس الشورى هو للتشاور، وطبعا المشورة ليست ملزمة للأمير أن يأخذ بها، هو إذا اقتنع بها يأخذ بها، وإذا لم يقتنع لا يأخذ بها. طبعا القرار قرار بيد الأمير هناك. وأعتقد أن الآن يعني في قطر هناك خلية أزمة تبحثها الحكومة مع بعض الحكماء الموجودين حقيقة في قطر، والذين يضعوا بعض الضغوط على يعني الحكومة في قطر، أن واجب الحكومة، واجب حقيقة النظام أن يعود إلى رجله، وأن يعرف أن عزوته ومكانته حقيقة ضمن هذا البيت الخليجي والعربي. وطبعا هناك فتحت يعني السعودية فتحت المجال حقيقة لقطر يعني أن تعود بتطبيق الاتفاق الذي تم في عام 2014، والذي يلزم حقيقة قطر بأن يعني لا تتدخل في شؤون أشقائها، ولا يعني تحتوي على أشخاص يسيئوا لبعض الرموز على مستوى الوطن العربي وبالذات في منطقة الخليج ومصر. يعني كل هذه الأمور التي تم الاتفاق عليها بوساطة الأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وبوجود المرحوم الملك عبد الله، وقع عليها تميم والتزم بها.
يعني دي شروط المصالحة. المفروض لو هيتم المصالحة مع قطر أن قطر تلتزم بهذه الشروط، لكن نعم. إلى أي مدى هيبقى في ضمانة لالتزام قطر بهذه الشروط؟ يعني هل هيتم إلزام الأمير بإمضاء مثلا شروط تعهدية مكتوبة، ولا هتكون وعود شفوية، ولا إيه؟ الوضع حقيقة مختلف عما كان عليه الوضع في عام 2014. طبعا من واقع التجربة قطر ما التزمت حقيقة لا بحسن الجوار ولا باحترام مصالح الأشقاء من خلال يعني عدد من الأذرع التي تتوفر حقيقة لقطر. أعتقد الآن يعني الجدية في اتخاذ المواقف من قبل الدول التي قاطعت قطر، أعتقد أنه قطر شافت أنه عليها أن تلتزم، ولا أحد حقيقة يستطيع أن يعني يوجد المكان المناسب لدولة قطر إلا من خلال العمل الخليجي المشترك والعمل العربي المشترك. وأعتقد أن الوضع الآن مختلف عما كان عليه في 2014. هناك جدية الآن في التعامل مع قطر، ونريد لقطر أن تعود، ونأمل أن تعود، ونأمل للأمير تميم حقيقة يتحرك صوب الرياض وصوب القاهرة، لأنه بالأخير يعني هاتان العاصمتان هما الملاذ حقيقة، وفي نفس الوقت القوة الحقيقية التي يعني تحمي القاطرة العربية ككل بما فيها قطر. بس احنا شفنا انه تميم لسه مازال مستمر على عنده، بيلتقي القرضاوي المعروف بدعمه للإرهاب، كمان بيحتمي بالسفن الإيرانية. شايف انه قطر موقفها ماشي في اي اتجاه دلوقتي؟ يعني كما ذكرت حقيقة الاتفاق يشمل كل هذه القضايا. الاتفاق الذي تم حق في الرياض في عام 2014، والذي تشترطه الآن دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك مصر، يعني تشترط على قطر أن تنفذ هذا الاتفاق، يعني وهذه الدول ستساعد قطر على تنفيذ هذا الاتفاق. يعني فبالتالي يعني أي شخص موجود في قطر، طبعا في هناك يعني كثير من المعارضين على مستوى العالم موجودين في أماكن، لكن تشترط الدولة على هؤلاء ألا يمارسوا السياسي. يعني أهلا وسهلا بكم، لكن لا تمارسوا السياسي، وهذا هو حقيقة المفروض. يعني طب هل ممكن كده تميم يرتمي في أحضان إيران للحماية بسبب الحصار العربي المفروض عليه؟ يعني حتى لو ذهب جهة إيران، لا أعتقد أن إيران من مصلحتها أن تقبل. وأنا لا أعتقد أنه تميم الآن سيتجه ناحية إيران، ليس لعدم رغبته، ولكن في نفس الوقت للضغوط الداخلية الموجودة في قطر على هذا الموضوع. يعني كما تعرفين يعني قطر التركيب السكاني اللي موجودة في قطر هي حقيقة نفس التركيب السكاني اللي موجودة في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات، كلها عائلة واحدة، وكلها حقيقة تواصلها واتصالاتها إما الأبناء أو الأحفاد أو العمومة أولاد العمومة وهكذا. فهي يعني عشائر وقبائل موجودة كلها في هذه الدول، ولا أعتقد أنه هؤلاء سيسمحوا بهذه القطيعة وينجرفوا ناحية إيران، التي يعني كما سيقول المثل العربي يأخذ الإنسان لحم ويرمو عضل، يعني صحيح. يستخدموه. فلا أعتقد أن قطر يعني ستكون يعني ستمارس هذه الناحية، لكن قطر أتوقع إن شاء الله أن يعني من خلال الحكمة العربية ومن خلال تدخلات الحكماء العرب ومن هم يعني يريدون للمصلحة العربية أن تتم وأن يعني تسود، إن شاء الله يعني يكون في هناك اتفاق وعودة قطر إلى حظيرتها العربية والخليجية. شكرا دكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية. كمان معنا الإعلامي السعودي الأستاذ خالد. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. حضرتك شايف التداعيات القرار المقاطعة العربية على قطر، عامل شايفه ازاي؟ وكمان شايف الى اي مدى قطر ستستحمل هذه العزلة، ستتحمل هذه العزلة العربية؟ والله للأسف التداعيات بدأت تتضح من اول ساعة لصدور القرارات. ليلة اول البارح او يعتبر فجر امس، الشعب القطري المغلوب على امره
للأسف هو من سيتأثر بهذه التداعيات بسبب حماقات نظامه الذي فضل أن يرعى الإرهاب عن رعاية شعبه. وأعتقد لا مجال أو لا أمل في أن يغير هذا النظام اتجاهه، فكانت أول ردود فعله السلبية الحمقى ليلة البارح استقبل أحد أكبر أفاعي الإرهاب وهو الشيخ القرضاوي. نعم، وقبل رأسه أمام وسائل الإعلام، وهذه رسالة يقول فيها أنه مستمر في رعاية الإرهاب وفي رعاية رؤوس الإرهاب. قطر لن تصمد طويلا، حتى اقتصاديا لن تصمد طويلا. مليارات الريالات القطرية تمت خسرتها قطر في خلال 24 ساعة، ولكن هنيئا لهم حين خرج عبد الله العذبة ويقول كسبنا ترند على تويتر، أن عندما تسأله المذيعة ماذا استفدتم ماذا كسبتم، فقال كسبنا رأي عام على تويتر بترند. هو من صنعه، هو وكتائب الإخوان سواء في قطر أو في الخليج أو في الوطن العربي كله، فهنيئا بهذا الترند مقابل هذه الخسارات ومقابل خسارة القومية العربية لدولة. طيب هل هناك بدائل قدام تميم؟ وكمان هل ممكن الإطاحة بتميم وعزله؟ وهيبقى مين الشخصيات المطروحة على الساحة داخل الأسرة الحاكمة أنها تتولى هذا المنصب خلفا ليه؟ والله بإذن الله تعالى أن يكون هناك في قطر رجل رشيد، لكن سيناريو الإطاحة بتميم أول من سيقوم بها ومن سيتكفل بهذا الأمر هو الشعب القطري. الشعب القطري مغلوب على أمره، وكما رأيتم في متاجر المواد الغذائية تكالب المواطنين صحيح. القطريين والمقيمين على تخزين المواد الغذائية، هذا خلال 24 ساعة فقط، فأعتقد في خلال أقل من أسبوع الوضع سيتفاقم، والشعب القطري هو من سيتحرك. ولكن نأمل أن يكون في هذه الأسرة رجل رشيد ويتولى زمام الأمور. يعني هل يمكن أن نرى يعني تحرك شعبي قريب وأمير جديد لقطر في بعد هذه القرارات الخاصة بالعزلة؟ مؤكد، لو استمر هذا النظام بحماقته سيكون هناك تحرك شعبي قوي جدا. لأن الآن قطر أصبحت بمثابة رهن الإقامة الجبرية. صحيح. نعم، اعتبر الحدود البرية مغلقة والحدود الجوية، طبعا الرحلة التي كانت تستغرق 6 ساعات أصبحت تستغرق 12-13 ساعة. مأساة يتحملها الشعب بسبب نظامه المتعجرف. احنا بنشكر حضرتك استاذ خالد على وجود حضرتك معانا. الحقيقه الرساله اللي عايزين نوصلها انه الشعب القطري على عيننا وعلى راسنا، بنحترمه جدا وبنقدره جدا وبنعزه جدا، ولكن خلافاتنا هي على سياسه الحاكم الحمقاء والكارثيه اللي هتودي قطر في ممر مظلم ومجهول، واحنا نتمنى انهم يتداركوا هذا الخطا سريعا.